مشاهدينا مرحبا بكم معنا في أول يوم من مهرجان تويزا دورته العاشرة. احنا الآن في حفل الافتتاح واللي تميز بكلمات ترحيبية وبرقصات إفريقية. نشوف الصور ونرجع. افتتحت مساء يوم الخميس 14 شهر الجاري أشغال المهرجان المتوسط تويزا في دورته العاشرة والذي سيمتد إلى غاية 17 شهر. نخلد هذه السنة الدورة العاشرة لمهرجان تويزا تحت شعار أفريقيا للأفارقية من خلال استضافة فنانين ومفكرين ومثقفين من مختلف دول جنوب الصحراء وكذلك حتى من جنوب أفريقيا وكذلك من دول البحر الأبيض المتوسط. هذه السنة نظمنا الدورة العاشرة لمهرجان تويزا مع الإدارة المنظمة في إطار مفهوم التطور الثقافي والعالمي وخاصة التعريف بإفريقيا، يعني اندماج وانفتاح المغرب على باقي الدول الإفريقية. أنا جد فخور بالمشاركة في هذا المهرجان الذي منحني فرصة التعرف على الثقافة الأمازيغية والثقافات الأخرى المتوسطية. مهرجان هذه السنة اختار شعار إفريقيا للأفارقة تعبيرا عن الروابط التاريخية التي تربط الهوية الأمازيغية بإفريقيا الأم. نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا في برنامج اليوم. نتلقاو غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.